لا تدرك الغايات بالتمني، وعلى قدر الجد تجد. يحكى أنه في قرية نائية كان يعيش راع كسول مهمل في عمله، يرعى يوما وينام يوما، ومع كسله كان يتمنى بأن يصبح غنيا يوما ما. الراعي ولشدة كسله كان يقصد المراعي القريبة على رداءتها، ويستصعب الذهاب إلى المراعي الخضراء لبعدها. ومع هذا فهو ينام في المرعى متغافلا عن غنمه التي أخذت تتناقص بسبب رداءة المرعى وهجوم الذئاب عليها. وذات يوم وعندما كان الراعي راجعا إلى منزله، سمع جيرانه يذكرون شائعة تتحدث عن كنز في كهف بجبل بعيد. تاقت نفس الراعي إلى الكنز، وراودته أحلام الغنى، مع أن حديث الناس كان من باب التسلية. قال الراعي في نفسه: ماذا لو كان الخبر حقيقة؟ وعزم على الذهاب إلى الكهف. وصل الليل بالنهار سيرا على الأقدام حتى بلغ الكهف، وفورا بدأ البحث والحفر. وتوالت الأيام ولم يجد الراعي شيئا، غير أنه لا يزال يمني نفسه بالغنى ويقول: ما هي إلا ضربة فأس في المكان الصحيح وأصبح غنيا. ومرت السنين دون جدوى، وبدت على الراعي ملامح الشيخوخة، ولطول مكثه في الكهف ظنه الناس متعبدا زاهدا، فكانوا يقدمون له المؤونة ويساعدونه حتى استسهل هذه الحياة، فهو لا يشكو عطشا ولا جوعا، وهوس الغنى ما زال يداعب عقله. وفي يوم من الأيام أتى تاجر ميسور الحال إلى الراعي طالبا مشورته في الذهاب للتجارة في بلد بعيد، فقد حسبه زاهدا حقا، ولعله يشير إليه بالقرار الصائب، ولكنه قصد الشخص الخطأ، فقد كان عليه أن يستشير شخصا مجربا للتجارة، فأشار عليه الراعي بأن يذهب إلى تجارته. وهنا أهدى التاجر الراعي جرة من العسل الفاخر الثمين لقاء نصيحته. برقت عينا الراعي وهو يستمع إلى التاجر الذي يحدثه عن جودة وثمن العسل، فهو يساوي ثروة. وحينما غادر التاجر دخل الراعي الكهف محدقا بالجرة والأحلام تراوده: سأبيع الجرة وأشتري قصرا وقافلة للتجارة حتى يكثر مالي وأصبح من أسياد البلد، وسأتزوج أجمل الجميلات وننجب ولدا يغدو فارسا قويا، وسأعرض عليه أن يتزوج بنت السلطان فيعترض قائلا: كلا، بل سأتزوج بنت الراعي التي أحبها. أثور غضبا: كيف يتزوج بنت راع فقير؟ ما هذا الهراء؟ سأمنعه، لن أسمح لابن أغنى الأغنياء أن يتزوج بنت راع فقير، سأؤدبه، فقد دللته كثيرا، بل سأضربه بعصاتي هكذا. ولم يفق الراعي المسكين من أحلامه إلا عن صوت الجرة وهي تتحطم بعصاته ويسيل عسلها على الأرض. ضاع العسل، وبالتالي ضاعت الثروة التي كان قبل لحظات يحلم بها. ليس بالتمني تدرك الأهداف، بل بالجد يحقق الفتى ما تمناه، وقصر الأحلام لا يمكن سكناه.